أهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الأولى من الوحدة الأولى في الكورس المتميز في تعليم اللغة الإنجليزية. النهاردة معادنا مع أول حلقة إبيسود 1 يعني الحلقة الأولى في الوحدة الأولى. زي ما اتفقنا مع بعض إن الوحدة اللي هي يونت 1، وكل يونت هتتكون من 3 حلقات. النهاردة هنبدأ مع الحلقة الأولى إبيسود 1 من الوحدة الأولى يونت 1. هناخد مع بعض الوحدة الأولى النهاردة نبدأها. كتير قوي ناس كانت كلمتني إمتى تبدأوا الكورس وعملنا مقدمات، لكن النهاردة هنبدأ مع بعض في الحلقة الأولى. أهلا بيكم في الحلقة الأولى. خلونا نبدأ مع بعض. زي ما اتفقنا الكورس على مدى كل يونت هيبقى فيه 7 حاجات أساسية، اللي هما الريدنج والرايتنج والسبيكنج والبرونانسيشن والجرامر والديكشنري والميديا. النهاردة هنبدأ ب3 حاجات. أول حلقة معانا فيها 3 حاجات هنبدأها بالبرونانسيشن. برونانسيشن يعني قواعد النطق. اتفقنا قواعد النطق هيبقى فيها حاجة اسمها الفاولز، يعني الحروف المتحركة. فاولز، احفظوا معايا الكلمة دي، فاولز. ممكن تقولوها معايا، فاولز. فاولز يعني الحروف المتحركة. قلنا الحروف المتحركة هم 5 حروف، اللي هم الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. الـ5 حروف دولت، وكل حرف ليه أكتر من نطق. النهاردة هنبدأ بحرف الـ A، وحرف الـ A بيتنطق بـ4 طرق. هناخد أول طريقة النهاردة في حرف الـ A. وحرف الـ A هناخد أمثلة كلمات، أتمنى تكونوا جبتوا الأجندة أو الكشكول ونبتدي نكتب. حرف الـ A أول طريقة للنطق فيه ألف مفتوحة، يعني كأنك كاتبها إيه وراها إيه. هنشوف كلمات هنتدرب ننطق مع بعض. أول كلمة اسمها آم. آم يعني أكون. لما واحد بيسألني What's your name بقول له I am Adil. آم يعني أكون. آم ممكن تنطقوها معايا، آم am. الكلمة التانية اسمها and اللي هي واو حرف العطف، يعني لما بنيجي نقول a cat and a dog، يعني قطة وكلب. a cat and معناها و، a dog. لو قلت كده a book and a pen، a book and a pen يعني كتاب وقلم. يبقى and معناها and اللي هي واو العطف. ممكن تقولوها ورايا، and. الكلمة التالتة كلمة bat. bat كلنا شفنا فيلم اسمه باتمان. bat يعني خفاش او وطواط. bat ننطق الكلمة كده، bat قولوها ورايا، bat. الكلمة الرابعة عندنا باك. باك يعني ظهر أو يعني خلف. باك باك. السي كي هنا هنلاحظ إنها اتنطقت حرف كي بس، لأن سي أساسا في معظم نطقها بتنطق كي، وهنا كي كمان، فهو حرف واحد بتنطق صوت واحد كي، فالكلمة دي اسمها باك. باك انطق ورايا، باك. الكلمة اللي بعد كده اسمها باد. باد عكس جود. جود يعني جيد، باد يعني سيء. فهنا باد يعني سيء. قول ورايا، باد. بعد كده كلمة مشهورة أو كلمة كات يعني قطة. كات قول ورايا تاني، كات. في كلمة بعد كده بمعنى طاقية اسمها كاب. انطق ورايا، كاب طاقية. لكن في فعل بمعنى يستطيع اسمه كان. ورايا تاني، كان
كده العمود دوت عايز ننطقه مع بعض. انا هنطق الكلمة واسكت شوية وانتوا هتنطقوا، اللي هي repeat. repeat يعني كرر ورايا، repeat after me، repeat يعني كرر. انا هقرا العمود ده كله كلمة كلمة. احنا بنقول الايه هنا الف مفتوحة، ده اول نطق من نطق حرف الايه الاربعة. الحرف الايه ليه اربع طرق للنطق، ليه الف مفتوحة كأنه بننطقه هقول العمود ده كله على بعضه. ام and bat back bed cat cat can. أسيبكم دقيقة تقولوا كل الكلمات دي مع بعض. اقرأ العمود كله، اقرأ العمود كلمة كلمة. أشكركم. نقرأ العمود التاني مع بعض. دام يعني سد، دام دام يعني سد، قولوها ورايا كده. دام دام سد، يعني لما نقول ذا هاي دام يعني السد العالي، ذا هاي دام يعني السد العالي. فان فان يعني مروحة، فان يعني مروحة. لو احنا عندنا كمبيوتر بنسمي الفانة، الفانة بتاعت الكمبيوتر هي الفان اللي هي معناها مروحة، يبقى فان يعني مروحة. قولوها ورايا كده، فان فان. في كلمة اللي بعدها فات، فات يعني تخين، فات يعني تخين. ولو حطناها حرف اس كده في الآخر ونطقناها فاتس يعني دهون، الدهون يعني واحد يبقى عايز يعمل رجيم فيقول انا عايز اخفض الدهون اللي عندي، فكلمة دهون معناها فاتس لو احنا حطينا عليها حرف اس. فات يعني تخين، صفة بمعنى ثمين يعني حد تخين شوية، فات. طب الكلمة اللي بعدها قبعة او طاقية برضو اللي هي هات، هات هات. في فعل اسمه امتلك هاد، اللي هو الماضي بتاع هاف، الفاء ده اسمه هاد، برضو نفس الايه بتتنطق الف ممدودة او الف مفتوحة، هاد كده. كلمة مربى بقى، مربى كلنا بنحب المربى، فمربى معناها جام، جام. لو خدت بالك من حرف الجي بتنطق كأن قبله دي، فاحنا بنقولها جام جام. اي حرف جي هيقابلنا هننطقه كأنه دي جي، جام 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 يعني مربى. طيب عندي هنا كلمة لام، لام البي سايلنت الأخيرة ما بتتنطقش، فالكلمة دي اسمها لام، لام يعني حمل أو خروف صغير يعني، لام ما تنطقش البي، لام لام لام. آخر كلمة في العمود دوت اسمها معمل، معمل لاب لاب لاب. تعالوا مع بعض برضو نقرأ العمود دوت كلمة كلمة. أقول كلمة وانتو repeat after me يعني تقولوا ورايا. دام فان فات هات هاد جام لام لاب. يلا اديكم فرصة تقروا العمود كله كلمة كلمة.
أشكركم. نخش في العمود الثالث، كلها كلمات فيها حرف الإيه، بتتنطق ألف مفتوحة أو ألف ممدودة. آ يعني حرف الإيه هنا بيتنطق آ. هناخد 4 طرق لنطق حرف الإيه، من ضمنهم الألف الممدودة أو الألف المفتوحة اللي هي آ. نشوف الكلمة دي، مان، مان، مان يعني رجل. في شوية وظائف مكتوبة على كلمة مان في الإنجليش، مثلا لما أقول بوليس مان، بوليس مان يعني رجل شرطة. لما أقول مثلا فاير مان، فاير مان رجل مطافي. لو قلت دور مان، دور مان يعني بواب. ففي كلمة مان طالع منها مشتقات كتير أوي في الإنجليزية، فنحفظها مان، مان يعني رجل، مان يعني رجل، مان، مان. أتمنى في كل مرة أنطق الكلمة انطقوا ورايا، قولوا زي بالظبط، قلدوني. لما هنعمل كده هنعرف ننطق نطق صحيح. احنا في البرونانسيشن هنا قواعد نطق، بنتعلم النطق، فخلونا ننطق مع بعض. مان يعني رجل، ماد يعني مجنون، ماد، ماد، ماد. طب في كمان ماب يعني خريطة، خريطة. لو حد في الجغرافيا كده ماسك خريطة بيشتغل بيها، بيطلع القارات البلاد، فمعاه ماب، ماب يعني خريطة، ماب يعني خريطة. قولوها ورايا كده، ماب، ماب. اوكي. اللي بيدرس مواد دراسية عندنا مادة الرياضيات اسمها ماث، ماث، ماث. التي اتش طبعا بتنطق زي حرف الت باللغة العربية، فالكلمة بتتنطق ماث، يعني كأني بطلع لساني حتة كده وأنا بقول التي اتش، ماث، ماث. في كلمة تانية اسمها ماس بالإس بقى، ماس، ماس يعني كتلة. اللي بيدرس علوم عارف إن في الكتلة والحجم والكثافة، فماس ديت هي الكتلة، ماس. ناب، ناب، اللي بيريح كده ساعتين في الظهر بيسموها وقت القيلولة، يعني نوم الظهر دوت اسمه بالإنجليش ناب، ناب. كلمة رات، رات يعني فار، رات. يبقى احنا عندنا خدنا قبل كده قطة يعني كات، وهنا فار يعني رات. يعني حتى في الإنجليش الكات والرات ليهم نفس الحروف تقريبا، يعني رات يعني فار، رات. قول ورايا كده، رات، انطقها تاني ورايا، رات. اوكي. الكلمة اللي بعد كده ران، ده فعل. احنا هناخد في الجرامر، هناخد ان اجزاء الكلام هيبقى فيه كلمات هتبقى افعال، وكلمات هتبقى اسماء، كلمات هتبقى صفات. فران ديت، ران دوت فعل، فعل ماضي، ران بمعنى جري، المضارع بتاعه ران يعني يجري، لكن احنا عشان واخدين حرف الايه فاحنا واخدين الماضي اللي هي كلمة ران. خلونا مع بعض هقرا لكم العمود دوت كلمة كلمة، واقرا ورايا بدون ترجمة. مان، ماد، ماب، ماث، ماس، ناب، رات، ران. أسيبكم أديك وقت تقروها. اقرا العمود كله مع بعض، أنا هشاور وأنت اقرا على كلمة كلمة. ابدأ. أشكركم. خلينا في العمود الرابع برضو، أمثلة على حرف الإيه اللي هي ألف مفتوحة أو ألف ممدودة. أول كلمة اسمها ساد يعني حزين، ساد حزين. تاني كلمة اسمها تاب، تاب حنفية، تاب. اقرأ ورايا، تاب. تالت كلمة فان،
يعني عربية بضائع، العربية المقفولة ديت اللي بيوزعوا فيها بضايع على المحلات أو السوبر ماركتس. فان أجين فان، في كلمة بقى كتير ما يعرفوهاش اسمها يام. يام يعني بطاطا، قول ورايا كده، يام يام يام. خش بعد كده كلمة من 4 حروف اسمها جلاد. جلاد يعني سعيد، لما اقول لواحد جلاد تو ميت يو يعني سعيد بلقائك، جلاد يعني سعيد، جلاد ريبيت افتر مي، قول ورايا يعني جلاد اجين، جلاد اجين، جلاد. كلمة اجين اللي انا بقولها في النص معناها مرة تانية، يعني لما اقول لك اجين يعني انطقها مرة تانية، اجين جلاد. نخش على الكلمة اللي بعد كده، ستاند. ستاند ستاند يعني يقف. تلاقي المدرس لما يدخل الفصل يقول لهم ستاند اب، ستاند اب يعني نقف، عكسها بنقول سيت داون، ستاند اب سيت داون. فستاند يعني يقف، ستاند يعني يقف. قولوها ورايا، ستاند اجين، ستاند اجين. محدش يقول كلمة اجين، اجين بقول لك يعني اقولها مرة تانية، ستاند. طيب لو شلنا حرف التي ونطقناها بقت كلمة ساند، ساند يعني رملة، ساند ساند يعني رملة، ساند اجين، ساند ساند. اخر كلمة اسمها باند. باند يعني فرقة، فرقة موسيقية مثلا، يبقى فرقة الموسيقى اسمهم الباند، ذا باند. باند يعني فرقة، باند اجين، باند اجين، باند. اقول لكم العمود كله زي ما اتفقنا، وكلمة كلمة وانتوا تقولوا ورايا، ساد تاب فان يام جلاد ستاند ساند باند. أشكركم كده بال4 أعمدة دولت نكون اتدربنا على حرف الإيه اللي هو الألف مفتوحة، واتفقنا لسه مازال عندنا 3 طرق لنطق حرف الإيه. دي أول طريقة فيهم وأسهل طريقة صراحة يعني، فعشان كده خلينا نقراها على طول. الكلمات ديت نكون كتبناها، انا سبت الشاشة قدامكم وقت طويل قوي، في الوقت دوت خلينا نكتب الكلمات، واوعدكم بعد كده الفايلات دي كلها هتبقى مكتوبة، بقى في مدونة كده فيها كل الفايلات بتاعتنا، لكن مؤقتا خلينا نكتب. كل ما تكتب بإيدك وتنطق، مش عايز حد يبقى خجلان من انه يقرأ، من انه ينطق. لو عايز تبقى لوحدك وانت بتتعلم عشان محدش يبص عليك او تكون بتتحرج، خليك لوحدك، بس شوية بشوية نفسي تتجرأ. الانجليش جرأة، كل ما هتجرأ على القراية على التقليد ألاقي نفسي بتعلم إنجليزي بسرعة. يبقى كده خدنا النهاردة أول جزء في الحلقة بتاعتنا اسمه برونانسيشن، وخدنا منه الفاولز الحروف المتحركة، خدنا أول حرف اللي هو حرف الإيه، وأول نطق الحرف الإيه اللي هو آه ألف مفتوحة. نخش بعد كده في حاجة تانية، احنا اتفقنا عندنا 7 حاجات خدنا النهاردة منهم برونانسيشن، نبدأ نخش في الريدينج. والريدنج اللي هو القراية، ايه اللي بيفرق البرونسيشن عن الريدنج؟ برونسيشن انا بجيب كلمة كلمة او مقطع مقطع لو قدرت، واخليكم تتعلموا تقروه، فبالتالي احنا بنتعلم قراية مقاطع مع كلمات مع حروف متحركة وحروف مكررة، ده البرونسيشن. يعني كأني بعمل يعني كده ميكروسكوب كده على الكلمات، وبخش جوه عمق الكلمة واقراها. لكن الريدنج ديت كده هناخد مع بعض قطعة هنقراها. في الريدنج هنقرا الجمل جملة جملة، سنتنس سنتنس، وكل جملة هنقراها يعني ممكن يبقى فيها كلمات كبيرة وكلمات صغيرة. القراية بشكل عام، القراءة بشكل عام اللي هي الريدنج يعني القراءة بشكل عام، فاحنا
احنا وماشيين في البرونانسيشن، في قواعد النطق، في نطق الكلمات حتة حتة، لا لازم ناخد كمان القراية بشكل عام، اللي هي يبقى قطعة عندنا باسج، باسج يعني قطعة، قطعة للفهم كده نقراها، وهنقراها مع بعض ونقرا الجمل بتاعتها، وهنبص بعد كده هنلاقي المعاني الكلمات بتاعتها الجمل مترجمة، يعني بعد كده كل جملة من دولت هتبقى مترجمة، واحنا مترجمين الجمل كده. الجمل ديت احفظها لو تقدر، تكتبها في الورقة او في الاجندة بتاعتك وتحفظ جملة جملة. إيه؟ لما احفظ الجمل يعني يمكن كمان اقوى جدا من ان احفظ كلمات، لان لما بحفظ الجملة انا بحفظ التركيبة، بحفظ الجرامر اللي فيها، بعرف الحروف الجر اللي بتيجي مع كل كلمة. فانا لما بحفظ جملة انا بحفظ جرامر وكلمات وتركيبات، ويعني بحفظ حاجات كتيرة قوي. فعشان كده عايزكم تحاولوا تحفظوا الجمل ديت. لو قلت لكم شوية هنا زي I am باسم سليم، I am باسم سليم، يعني أنا باسم سليم، ده حد في القطعة. I live in Egypt، I live in Egypt، يعني إيه I live in Egypt؟ أنا أعيش في مصر، أعيش في مصر، I live in Egypt. بعد كده I am 13 years old، أنا عندي 13 سنة. I am، خدتوا بالكم I am؟ I يعني أنا، I يعني أنا، I يعني أنا، كل الجمل هتلاقوا فيها I، فأي ده اللي هو الحرف الوحيد دي معناها أنا. I am يعني أكون، I am باسم سليم مثلا، بس أكون مش بتترجم في اللغة العربية، فبقول أنا باسم سليم. I live in Egypt، هنا ما قلتش أنا أكون، قلت I live عشان الفعل هنا أعيش، فقلت I live in Egypt، I live in Egypt، I live in Egypt، أعيش في مصر. I am 13 years old، 13 دوت رقم 13. المحاضرة الجاية هنتكلم عن الأرقام وهنتعلم الأرقام كويس قوي، فخلينا في المحاضرة ديت نحفظ كلمة 13، 13، 13، I am 13 years old، أنا دي بتترجم أنا أكون في 13 من عمري، years old، يبقى أنا عندي 13 سنة. I want to learn English، I want to learn English، أريد أن أتعلم الإنجليزية. I am good at reading، أنا أكون، يعني أنا قلنا أكون مش بتترجم، I am good at reading، أنا جيد في. نحفظ مع بعض تعبير اسمه good at، good at، good at يعني جيد في، good at، تبقى I am good at reading، أنا جيد في القراءة. يبقى reading هنا اللي هي عنوان الموضوع بتاعنا، reading معناها القراءة، أنا أكون جيد في القراءة. I am very good at spelling، يعني إيه بقى very؟ إحنا قلنا good at يعني جيد في، طب very good at أنا جيد جدا، يبقى very good أقوى من good، يبقى الصفة لما أحط قبلها كلمة very، very يبقى معناها جدا، يبقى very good يبقى جيد جدا، يبقى I am very good at spelling. يعني ايه spelling؟ spelling يعني الهجاء، اللي هو ان انا استهجى او اتهجى الكلمة، فلما اقول لحد كلمة فيقول لي please spell، يعني استهجاها كده، فانا بقول له الليترز بتاعتها، بقول له مثلا كلمة good، لو قلت لي مثلا the spelling بتاعت كلمة good هقول لك جي او او دي، او ممكن اقول لك جي دبل او دبل او، يعني معناها 2 او وبعد كده دي، يبقى انا كده بعمل سبيلينج. في حد بيبقى بيلاقي نفسه كده بيعرف السبيلينج كويس قوي، يقعد يكتب يبقى حافظ الهجاء بتاع الكلمات الحروف. ف في القطعة عندنا هنا حد بيكلم عن نفسه اسمه باسم سليم، فبيقول I am very good at spelling. في القراية هو بيقول I am good at reading. في كلمة but، but معناها لكن، but يعني ايه لكن، هنا بقى يبتدي ينفي الصفة بتاعته بتاعت جيد اللي هو بيقولها أو جيد جدا. هنا بيقول I am not good at speaking، speaking يعني التحدث، speaking، وده فعلا يمكن لمعظم طلبة المدارس تلاقيه ممكن يقرأ كويس، ممكن يستهجى لأنه بيحفظ كلمات وبياخد عليها درجات، لكن يجي يتكلم مع حد أجنبي يلاقي نفسه I am
not good at speaking. Again, I am not good at speaking. هنا بيقول كده I study English at school. I study English at school. يعني أنا بدرس الإنجليزية at school يعني في المدرسة. بيقول هنا كده كلمة توجع قوي لكن خلينا نقولها I can't. I can't معناها أنا لا أستطيع. I can't speak with the foreigners. Foreigners يعني الأجانب. Foreigners هناخد بالنا الجي اللي هنا silent. Silent ما بتتنطقش. يعني كلمة foreigners مش هقول الجي. Foreigners يعني الأجانب. بيقول I can't speak with the foreigners. وفعلا هو كان بيقول فوق I am not good at speaking. وعرف ده منين؟ لما اتقابل مع واحد أجنبي لقى نفسه I can't speak with the foreigners. The هنا T-H-E the معناها ال. يبقى foreigners يعني أجانب. يبقى the foreigners يعني الأجانب. The foreigners يعني الأجانب. So لذلك ده بقى الحل اللي هو موجود في القطع. لذلك so معناها لذلك I will learn English on the internet. Again I will learn English on the internet. الحل بقى من عند سو هنا. أول ما شفنا سو معناها لذلك، لذلك هتعمل إيه يا باسم؟ قال كده سو I will. will يعني سوف. أنا سوف. طب سوف إيه؟ I will learn English on the internet. أنا هتعلم English من على الإنترنت. طبعًا إحنا كاتبين القطعة ديت وقاصدين إن أنت كده هتتعلم الإنجليش من الإنترنت. احنا بنعلمك كأنك في المدرسة واحدة واحدة. عشان كده نفسي نكتب ونتعلم. اعتبر دوت كأنه دروس، كأنك بتاخد كورس، كأنك ابتديت تدفع وترتب نفسك عشان تعلم حاجة جديدة. انا نفسي دلوقتي هقول معاكم الكلمات ديت الجمل جملة جملة وقروها ورايا. عايزكم تتعلموا القراية. I am باسم سليم. I am Basim Salim. I live in Egypt. I live in Egypt. Again, I live in Egypt. خدوا بالكم ممكن أقول live in مع بعض. I live in Egypt. Okay. الجملة الثالثة بتقول I am 13 years old. أقولها بالراحة معاكم، أنتوا طبعا بتقولوا ورايا. I am 13 years old. I am 13 years old. الجملة الرابعة I want to learn English. برافو عليكم. تاني I want to learn English. Again, I want to learn English. الجملة الخامسة I am good at reading. I am good at reading. Again, I am good at reading. يبقى احنا بنقول كلمة I am بنقولها I am. I am good at reading. I am very good at spelling. I am very good at spelling. اللي بعد كده جملة من كلمة واحدة اسمها but. But يعني لكن. But قولها ورايا. But. But. الجملة اللي بعدها I am not good at speaking. I am not good at speaking. Again, I am not good at speaking. الجملة اللي بعدها I study English at school. I study English at school. I study English at school. الجملة الطويلة اللي بعدها I can't speak with the foreigners. I can't speak
with the foreigners. Again, I can't speak with the foreigners. Again, I can't speak with the foreigners. في كلمة بعد كده so، لذلك so repeat after me، قول ورايا يعني. So I will learn English on the internet. I will learn English on the internet. شوف مع بعض القطعة كلها. القطعة جاية لي كده، احنا كده حفظنا الجمل او عرفنا الجمل. I am باسم سليم، اسمي او انا اكون باسم سليم. I live in Egypt، انا بعيش في مصر. I am 13 years old، عندي 13 سنة. I want to learn English، اريد ان اتعلم الانجليزية. I am good at reading، انا كويس او جيد في القراءة. I am very good at spelling، انا جيد جدا في الهجاء but للأسف يعني. I am not good at speaking، أنا مش كويس، أنا لست جيدا في التحدث. I study English at school، أنا بدرس الإنجليزية في المدرسة. But I can't speak with the foreigners، لكن لا أستطيع التحدث مع الأجانب. So لذلك I will learn English on the internet، أنا سوف أتعلم الإنجليزية على الإنترنت. أقرأها لكم جملة جملة من غير تعليقات بالعربي. I am باسم سليم. I live in Egypt. I am 13 years old. I want to learn English. I am good at reading. I am very good at spelling. But I am not good at speaking. I study English at school, but I can't speak with the foreigners. So I will learn English on the internet. نفسي اقراها لكم وترجم ورايا. الحفظ اللي ذاكر شوية الكلمات كده وشوية الجمل، انا هقول الجملة وانتوا تترجموها. اوكي، يلا نعمل التدريب ده مع بعض. انا اقرا الجملة وانتوا تقولوا الترجمة بتاعتها. يلا بينا نبدأ. I am باسم سليم. I live in Egypt. I am 13 years old. I want to learn English. I am good at reading. I am very good at spelling. But I am not good at speaking. I study English at school. But I can't speak with the foreigners. So I will learn English on the internet. يا ريت كلنا نكون ترجمنا وتكونوا يعني من أول مرة كده حاولنا نحفظ كلمات أو نعرف الجمل تقريبا بتقول إيه. لو أنا بس مجرد فاهم الجمل، ده يبقى شيء مباشر كويس قوي. خليني أنا هقرأ، شيل الترجمة اللي أنت كاتبها خالص، خبيها كده، وأنا هقرأ القطعة. هقرأها بطرق مختلفة، يعني هقرأها بطريقة بطيئة، طريقة وسط، طريقة سريعة. في كل مرة حاول تبقى بتفهم المكتوب. أوكي، يعني اسمعني، بص على الشاشة اللي قدامك وافهم اللي أنا بقوله. المرة دي يعني هقرأ بطريقة بطيئة جدا. I am باسم سليم. I live in Egypt. I am 13 years old. I want to
learn English. I am good at reading. I am very good at spelling. But I am not good at speaking. I study English at school, but I can't speak with the foreigners, so I will learn English on the internet. كده أنا قريت بطريقة بطيئة شوية، مرة تانية هقراها بس أسرع، هقراها جملة جملة. برضو عينك على الشاشة وبص معايا. I am Basim Salim. I live in Egypt. I am 13 years old. I want to learn English. I am good at reading. I am very good at spelling. But I am not good at speaking. I study English at school, but I can't speak with the foreigners, so I will learn English on the internet. الطريقة الثالثة، برضو عينك على الشاشة، هقراها بس هقراها أسرع شوية، والمرة دي لو جمعت 50-60% مفيش مشكلة خالص، بس خليك معايا. اسمع الطريقة السريعة مع بعض كده. I am Basim Salim. I live in Egypt. I'm 13 years old. I want to learn English. I'm good at reading. I'm very good at spelling, but I'm not good at speaking. I study English at school, but I can't speak with the foreigners, so I will learn English on the internet. Okay. الطريقة الثالثة طريقة سريعة شوية، أو سريعة خالص، يعني هي فعليا سريعة خالص، لكن أنا بحب أديها برضو عشان اللي يحاول يتقن القطعة. لو اتفرجت على الفيديو كذا مرة هتلاقي نفسك ممكن تستوعب الطريقة التالتة. لو انت 30-40% 50% ده مؤقتا حلو قوي، لغاية ما تلاقي نفسك وانت بتتفرج على الفيديو دوت انت فاهم كل كلمة بتتقال. عايز اعمل معاكو اخر حاجة في السبيكينج، سوري، في الريدينج، انك شيل القطعة خالص واقفل الشاشة واسمعني بس، او غمض عينك، او شغل لو انت مشغلها من على الموبايل او الكمبيوتر ما تبصش على الشاشة خالص واسمع اللي انا بقوله وشوف نفسك فاهم، يعني قيس مدى فهمك، شوف نفسك فاهم قد ايه، كام في المية. شيل الجمل خالص من قدامك، اسمعني وانا بقراها، وحاول تشوف تقيس انت فاهم بنسبة 50%، 60%، 70%، 20%، 10%، مفيش مشاكل، لكن قيس نفسك فاهم. دوت هيخليك بعد فترة وانت بتسمع نفس القطعة تقيس نفسك اتقدمت قد ايه. اوكي، are you ready؟ جاهزين؟ غمض عينك، اقفل الشاشة، شغل الصوت بس واسمع معايا. I am Basim Salim. I live in Egypt. I am 13 years old. I want to learn English. I am good at reading. I am very good at spelling. But I am not good at speaking. I study English at school, but I can't speak with the foreigners, so I will learn English on the internet. افتح عينك، اتمنى ان انت تكون فهمت ولو كام جملة كده. احنا لسه في اول محاضرة، خد الكلام ده وتذاكره، احفظ الجمل، اسمع المحاضرة مرة تانية، شوف نفسك اتقدمت. اوكي، كده خدنا الجزء التاني من حلقتنا، speaking reading sorry reading. دي الجمل، لو عايز تصورها بالموبايل كده او عايز تعمل كوبي منها هسيبها لك لحظة، عشان لو ما كنتش لحقت كتبتها اعمل كوبي منها واقعد ذاكرها. اوكي، احفظ الجملة بتركيبتها.
يعني ايام باسم سليم، ممكن تقول اسمك، ايام علي عمر، ايام جون سامح، ايام ايهاب مريد، ايام اكتب اسمك، قول اسمك، ايام كده. I live in Egypt، ممكن تقول I live in America. I live in Syria، سوريا يعني. I am 13 years old، لو انت عارف رقم ممكن تقول I am 20 years old، وده اتمنى يبقى تدريب معانا. اكتب القطعة ديت، بس اكتبها I am، تكتب احمد علي مثلا. I live in Egypt، ممكن تقول لي I live in Japan. I live in Lebanon، في لبنان. I live in Egypt. I live in America. I live in England. I am 13 years old، اكتبها I am 30. 30 يعني 30 years old. I am 50 years old. أتمنى إن في ناس في وسطنا تبقى في الخمسينات وبتتعلم. أنا التعليم ملوش عمر خالص، يعني ممكن تبقى في سنين متأخرة شوية لكن حابب تتعلم. I am 50 years old. I want to learn English. لو عايز تتعلم فرنش بقى، بس ده إن شاء الله في محاضرات جاية بعد كده، إن شاء الله نعمل لكم كورس كمان في الفرنساوي. I want to learn French. I want to learn Germany. ممكن لو أنت عارف شوية كلمات تكتب القطعة دي وتعبر عن نفسك. I am good at reading. ممكن أنت في القراية مش كويس، تقول I am not good at reading. لو قلت I am bad at reading، bad عكس good، دي هتبقى صعبة طبعا علينا، لكن أنت بتتكلم عن حقيقة. I am very good at spelling. ممكن تكون أنت مش كويس في السبيلنج، تقول I am not good at spelling. تتكلم عن كل حاجة. كلمة foreigners ناخدها لوحدها ونحفظها، foreigners، ونحط الجي، قصد كده نحط الجي كده نحشرها ونقول foreigners. جي ما بتتنطقش لكن هي اسمها foreigners. foreigners يعني الأجانب. انترنت، هنلاقي الأمريكان بيقولوها انترنت، انترنت مش بينطقوا التي خالص، انترنت ما تستغربش منها. انترنت، انترنت، كلنا عارفين انترنت. ف learn أتعلم، يبقى احفظ الكلمتين دول، learn وانترنت. يا ريت الجمل دي تبقى محفوظة المرة الجاية واحنا بناخد المحاضرة التانية، تكون حافظ جمل المحاضرة الأولى. خش بقى في الفرع التالت وهو الجرامر. النهاردة هناخد جرامر كده بسيط قوي وجميل قوي. الجمع، احنا عندنا في اللغة العربية عندنا مفرد ومثنى وجمع. أول معلومة عايزين نعرفها في الإنجليزية إن مفيش حاجة اسمها مثنى، يعني ما ينفعش أقول ولدان. أمال بتقال إزاي في الإنجليش؟ بتقال two boys. يبقى كلمة two حرف اللي هو الرقم two دوت قبل كلمة boys، وboys معناها أولاد، فاتنين من الأولاد. بدل ما إحنا في العربي بنقول ولدان، أنا ممكن أقول في العربي ممكن 4 أولاد، فدخلت في الجمع كلمة أولاد. لكن لو معايا ولدين بس أقول ولدان. في اللغة الإنجليزية مفيش مثنى، يبقى اللغة الإنجليزية يا إما مفرد يا إما جمع. طب الجمع بيتجمع إزاي في اللغة الإنجليزية؟ بضيف حرف إس أو حرف إي إس أو حرفين إي إس في نهاية الكلمة. يعني مثلا لو أنا عندي كلمة زي بوك، بوك يعني كتاب، بوك جمعها إيه؟ بوكس، كتب، يبقى بوك كتاب، أنا ضفت حرف الإس، بوكس بقت كتب. يبقى الجمع في اللغة الإنجليزية كل اللي عليك انك هتضيف اس، يبقى حرف الاس في الانجليزي هو اللي بيعمل لي جمع الكلمات. طيب تيبل، تيبل يعني ترابيزة، جمعها تيبلز. بن يعني قلم، جمعها بنز. دوج كلب، جمعها دوجز. كات، كات، جمعها كاتس. بيد سرير يعني بيد، جمعها بيدز. يبقى كل ما عليا ان انا اضيف حرف اس للكلمة تبقى الجمع. كلمة كتاب جمعها كتب، كلمة تيبل، تيبل ترابيزة، جمعها ترابيزات تيبلز. بن جمعها بنز، يبقى قلم اقلام. يبقى كده يتم الجمع في اللغة الانجليزية بإضافة حرف اس او حرفي اي اس في نهاية الكلمة. طب اي اس زي ايه؟ نشوف اخر صف في كلمة اسمها بوكس، بوكس يعني صندوق، بوكس. طب بوكس ديت احب اجمعها، ما ينفعش الزق في حرف الاكس اس، ما تتنطقش اساسا، فعشان كده يعني في كسره ما بينهم فقلتها بوكسز.
بوكسز، فعشان كده ضفت اي اس. ديت حاجة بيسموها تحلية اللغة، ان انا ما ينفعش ان انا بوكس وراها اس على طول، فعشان كده قلتها بوكسز. ففي حالات لما الكلمة تنتهي بحرف اكس او اس او اي او اس اس، في كلمات كده نهايات تخليني غصب عني احط اي اس. مثلا ده كلمة كلاس، كلاس يعني فصل، جمعها كلاسز، هي اساسا اخرها دبل اس يعني 2 اس، احط اس تالتة هتبقى صعبة قوي، فعشان كده حطوا لي اي اس، فالكلمة اسمها كلاسز. انت من نفسك هتيجي تحط اس، ففي بعض الحروف النهايات هتلاقي انك عايز تحط فيها اي اس. مثلا ماتش، ماتش لو راح يلعب ماتش، ماتش او ماتش يعني بالعربي، يلعب ماتش كده مع اي فريق، فماتش ديت جمعها ماتشز، ماتشز يبقى برضو السي اتش في الاخر، السي اتش بحط لها اي اس. يبقى في شوية نهايات اللي هي الاكس والدبل اس والسي اتش والاس اتش، النهايات ديت بتجبرني ان انا احط اي اس، حرفين اي اس، بس هي نفس القاعدة ان انا الاس بتاعت الجمع في الاخر، فما تلاقي اس الجمع اهي موجودة في الاخر. اوكي. طب لو في كلمة بتنتهي بحرف واي، عايز اقول لكم ان حرف واي اساسا هو عبارة عن حرفين. حرف الواي هو حرف اي واي مع بعض، اي واي مع بعض، فعشان كده حرف الواي كتير قوي الاقي نفسه الاقيه يتفك الى اصله اللي هما الحرفين اي واي. طب لما نشوف كلمة زي كلمة بوي، جيت اجمعها بوي يعني ولد، جيت اجمعها بويز، طب انا ما فكتش حرف الواي، اصل حرف الواي حرفين متحركين اي واي، وقبل كلمة الواي قبل حرف الواي هنا في او، في حرف متحرك، فلو انا فكيته هيبقى 3 حروف متحركة وده ما بينفعش، فعشان كده حرف كلمة بوي ما فكتش الواي فقلتها بويز عادية، وهكذا. دي دي يعني يوم، دايز. توي يعني لعبة، تويز. يبقى حرف الواي لو قبله حرف متحرك ما يتفكش، لكن بقى لو كلمة، أي كلمة تنتهي بحرف واي يفك إلى أصله حرفي أي وإي، بس بشرط أن لا يكون مسبوقا بحرف متحرك. مثلا لو جينا قلنا كلمة سكاي، سكاي يعني سما، سكاي جمعها إيه؟ سكايز، سماوات، سكاي سكايز. ستوري جمعها ستوريز، ستوري يعني قصة، جمعها ستوريز، أهي الواي أهي قبلها حرف ار يعني ما فيش حرف متحرك قبلها، فلما فكوا حرفين هيفضلوا حرفين، يبقى كلمه اسمها ستوريز. سباي سبايز، سباي يعني جاسوس، سبايز يعني جواسيس. يبقى كده حرف الواي لما يبقى قبله حرف ساكن يتفك، قبله حرف متحرك ما يتفكش. وبرده نفس القاعده اضيف حرف اس، يعني انا فكيت الواي سكاي اهي سكايز، يبقى اي اي اس، يبقى ضفنا كده الاس. اوكي كده نشوف، توجد كلمات شاذة لا تتبع قاعدة الجمع، يعني ما بتضافلهاش اس، زي كلمة مثلا مان جمعها من، مان يعني رجل جمعها من رجال، شيب يعني خروف جمعها شيب برضو خرفان أو غنم، يبقى في كلمات بحفظها كده ملهاش قاعدة الجمع. يبقى إذا قاعدة الجمع يتم الجمع في اللغة الإنجليزية بإضافة حرف اس أو حرفي اي اس في نهاية الكلمة. اي كلمة تنتهي بحرف واي يفك هذا الحرف الى اصله اي اي، بشرط ان يكون مسبوقا بحرف متحرك. توجد كلمات شاذة لا تتبع قاعدة الجمع، طبعا ده مش الجمع كجرامر كبيرة قوي، لا احنا بندي بس مقدمة عشان نعرف ازاي نجمع، لما نلاقي كلمات فيها في اخرها اس واقول لك دي معناها كتب مثلا، تبقى عارف ليه كتب، ليه مش كتاب، لان فيها اس في الاخر. نقولهم مع بعض الكلمات، بوك بوكس، table tables، pen pens، dog dogs، cat cats، bed beds، boy boys، day days، toy toys، sky skies، story stories، spy spies، man men، sheep sheep، box boxes، class classes، match
ماتشز. كده نكون خدنا الجرامر كمان. يبقى النهاردة خدنا برونانسيشن، خدنا الفاولز اللي هي الحروف المتحركة، خدنا منها حرف الايه، وخدنا اول نطق لحرف الايه. خدنا كمان الريدنج، قرينا قطعة، حفظنا الجمل، خدنا جرامر، خدنا الجمع، ازاي اجمع الكلمات في اللغة الانجليزية. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، دي الحلقة الاولى اللي هي ابيسود 1 من يونت 1. لسه فاضل لنا حلقتين تاني ويونت 1 يخلص. كل يونت 3 حلقات، وفي كل يونت في ال3 حلقات هنراعي ان احنا نحط ال7 مكونات اساسية للغة الانجليزية. اشكركم على حسن المتابعة، الى اللقاء في الحلقة الثانية من الوحدة الاولى من الكورس المتميز لتعليم اللغة الانجليزية. اتمنى ان احنا مع بعض كده اعمل لايك للفيديو بتاعنا واعمل له شير. لو انت مشترك في جروبس ونفسك تفيد الناس او نفسك تقدم لهم حاجة كويسة، احنا بنعمل ده للخير. انت كمان ممكن تساعد معانا انك تنشر، تعمل شير للفيديو لكل حلقة انت بتشوفها في الجروبس، اللي انت تعمل شير جوه الجروبس، فتلاقي كل حد في الجروب يتفرج على الفيديو ويستفاد. يا ريت ما نبقاش انانيين، نفيد غيرنا كمان وننشر الكورس بقدر المستطاع. واعمل سبسكرايب معانا في القناة، سبسكرايب. لما تفتح القناة كده هتلاقي كلمة سبسكرايب، دوس عليها واعمل خليك سبسكرايبر، خليك معانا مشترك، عشان كل فيديو هنزله يجي لك اشعار او يجي لك كده يقول لك على الفيس كده ان في فيديو جديد نزل، او على النت كده يقول لك ان في فيديو جديد نزل فتخش عليه على طول. اشكركم لحسن المتابعة، كان معكم مهندس عادل روماني.